مساء الخير وحياكم الله مشاهدينا الكرام، حلقة جديدة من 18. دائما نتجدد معاكم في هذه الحلقات الخمسة من كل أسبوع من الأثنين لغاية يوم الجمعة، وقتنا معين ومحدد لكل متابع من الساعة 11 لغاية الساعة 12:30. أحدث المستجدات الرياضية نتابعها دائما في 18، وأيضا هناك صوت واصل من خلال المشاركات عن طريق الاتصالات اللي حاب يشارك ويانا، وهذه الأرقام موجودة أسفل الشاشة. شنو موضوعنا اليوم؟ شنو محاورنا اليوم؟ تابعونا في أول ربع ساعة، راح نتكلم مع ضيوفنا ومحللينا في 18 تحديدا. نبلش بضيوف اليوم في 18، رئيس لجنة المسابقات لكرة القدم سيد ثامر الصالح. أبو يوسف حياك الله معنا. الله يحييك أبو تركي وشاكر لك هذه الاستضافة. عزيز وغالي، إضافة جميلة اليوم يا أبو يوسف، وإن شاء الله اليوم تكون وسيع صدر معنا في الأسئلة والاستفسارات الخاصة اللي طبعا تثري المشاهد ويستفيد منها. كلي لكم إن شاء الله، وأنا سعيد بالتواجد بين كوكبة نجوم 18. حياك الله أبو عزيز مند غريب على الشاشة، حياك الله ويانا كابتن نواف الخميس. مسي عليك بتركي وعلى الحضور، طبعا خص بالحضور طبعا ثامر الصالح، يعني اخوي وصديق طفوله نقدر نقول، يعني تدرجت معه يعني بكل مراحل الدراسه. حبيبي ابو يوسف تشرف فيه امانه، وايضا ابو غازي، وطبعا اكيد اخواني ابو صالح حياكم الله ورمضان والساده المشاهدين. دكتور حامد الشيباني أبو غازي حياك الله ويانا في 18، رئيس لجنة المسابقات السابق، اليوم منورنا في 18. الله يجزاك، وإن شاء الله نثري الحلقة. طبعا البرنامج منور بالشباب الموجودين، حياك الله. رحب فيك بتركي ورحب بالإخوان الموجودين، أخوي الكبير عايد الرضان برضان الأمانة، يعني زمان ملتقين فيه، وابو يوسف وابو عزوز وكذلك اخوي محمد الصالح، وان شاء الله تكون حلقه مثيره ان شاء الله. حياكم الله كابتن محمد الصالح محلل ال 18 دائما معانا، واليوم ان شاء الله راح نسمع رايه في محاورنا الخاصه بال 18. حياك الله يا ابو صالح. الله يحييك عبد الله، مسي عليك على الساده المشاهدين وعلى الحضور، وبما ان اول مره نطلع مع الشباب اقول لك يا هلا ومرحبا ابو يوسف، وايضا صديق الطفوله، مو بس انت عندك صديق الطفوله، ايضا صديق الطفوله الدكتور حامد شيبان المبدع، كان لاعب شيء خيال صراحه، كان يدز باص حتى ملعب كره اليد، كان يدز باص صانع العاب خطير، يدز باص بين اربع ملعب كره يد. اي والله اليوم ان شاء الله اليوم هو عادل عقله يتنافس على الباص. ابو غازي بس دير بالك دائما هذه انا اسميها الابر البنج اللي تكون لا 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 محمد الصالح استدراج خاص. عايد الرضان مساء الورد حياك الله معنا. مساء الورد ومساء الفل، بعدين اليوم ما في عداله صراحه، الاربعه من خيطان. وين الاربعه؟ كلهم الاربعه من خيطان، اللي بالدراسه واللي بالمعهد واللي ما ادري كلهم. لا هو غير ابو عزيز كلش مصاب خيطان، لا بس نفس الاسم بينهم شارع. المهم نرحب على الساده الحضور وبنرحب اخونا ابو يوسف. طبعا اليوم الحلقه اليوم برعايه رئيس لجنه المسابقات الحالي ورئيس لجنه المسابقات السابق وبينهم الصحفي ابو عزوز وطبعا الصحفي محمد الصالح. نعم. نمسي على من خلف الشاشة. نعم. ونقول لهم مساءكم سعيد، وإن شاء الله بالمانشيت راح تكونون أسعد. خلنا نسمع. واليوم المانشيت برعاية السابق الحالي والسابق، اللجنة الشرعية المنتخبة المثمرة مثامر تقدم درس مجاني لكل من يتشبث بالكراسي. ممتاز. وفي بعد واحد ولا كافي واحد؟ بنص جديدة هذه بنص الحلقة ماشي. نريح بالبريك وبعدها نناقش محاورنا. نستبشر دائما بأخبار سريعة، الخبر اللي قال لي قبل شوي بروضان جميل لكن ما راح أقوله، وكل شيء وقته يكون أحلى إن شاء الله. عموما عندي أخبار أبي أناقشها مع ضيوفي داخل الاستديو تحديدا، المناقشة للجميع. أقول الخبر ونشوف وجهات النظر. تعيين الشيخ خالد الفهد رئيسا لجهاز الكرة في نادي القادسية وتجديد الثقة في داليبور. أبو عزيز ابتدي فيك والنقاش للجميع، تفضل تعليقك. أنا ما أشوف أنه يعني لو أتكلم بلسان قادسية ولا طبنا ولا غدشر، أنا يعني خالد الفهد من أول يعني عنده مشاكل باختيارات المدربين، وأيضا في أيضا تضارب ما بين مدرب الموسم هذا الحين. يعني يشوف هو في الوقت الحالي يتكلم حق يعني المدى البعيد ولا يتكلم عن الموسم هذا؟ الموسم هذا يعني خلاص يعني ابتعد عن المتصدر 10 نقاط، يتكلم على مستوى كرة القدم زين، وفرصة العودة صعبة جدا، يعني النادي محتاج إلى تهدئة الأمور، ضبط النفس والاستقرار،
يعني يمكن يكون هو مو بعيد يعني شخصيه مو بعيده ابو فهد على النادي ولهذا يعني يعني اعطاه الفرصه. يعني على كلامك ما يعينون رئيس جهاز الكره؟ لازم. بس انا قصدي انت تقول تجديد ثقه حتى بدليبور، انا بجرح حتى تجديد ثقه بدليبور. زين انا اشوف انه فرصه حق محمد مشعان انه يعطي ما عنده. اوكي يعني دليبور خلاص انا اشوف انه يعني اصبح عالة على الفريق، وحتى اتوقع انا في بعض اللاعبين ما رغبوا متواصله مع مع الفريق، فاعطى الفرصه حق دكتور محمد المشعان فرصه حق انه يثبت امكانياته وخلاص. يعني الموسم يعني اتوقع الابتعاد عن الدوري اصبح بشكل واضح. حلو، في احد فرصه انه يطلع يعني يبين شنو عنده من امكانيات. انا ودي اقول كلمه يعني القدساوية اقول لهم ابشروا بزياده هم، لان ما طاح الا بطاح مثل ما قال ابو عزيز. هذا اولا، زائد ان انا ما شفت خالد فهد مسك مكان وطوره، كل الاماكن اللي مسكها خفق فيها. فاساسا الشرخ والصراع اللي حاصل داخل مجلس الاداره بين القدساويه وصلهم لمرحله بنيان راح، سعود ابو حمد راح، خالد الفهد يمكن ما يهاجمونه بشكل مباشر لكن هو ما عنده شيء يطور فيه اصلا. يعني من دش نادي القدسيه خسر كاس تفوق، كان في اتحاد الطائره ما فلح، اتحاد القدم ايضا ما فلح، فما اعتقد ان الشيخ خالد الفهد عنده اي فكر تطويري، فما يعني قيادته لفريق كره القدم ما اعتقد انه من خلاله يحقق شيء. رايك في احد يبي يعلق برضان قبل ان انتقل حق اللي بعده؟ طبعا هذه حلول مؤقته، وانا اقدر اسميها بالمثل العامي مثل ما يقولون الدواء جمعه. يعني الشيخ خالد رئيس نادي القادسيه نحترمه ونقدره ونجله، وموجود هو في من ضمن اعضاء مجلس الاداره، والمفروض منه الواجب انه يتابع فريق كره القدم او الفرق الثانيه. بس انا اقول ان مشاغل الشيخ خالد اعتقد انها كبيره، وما راح يتابعها مثل ما تابعها سعود ابو حمد. وانا كنت اتمنى ان يكون يخصصون لهم مدير جهاز كره القدم متفرغ. شنو مشاغله برضه؟ مشاغله طبعا كرئيس نادي وكشخصيه. ما نبي ندش بزياده على كشخصيه مو بس انه يعني لا لا ادري يعني شنو قاعد يسوي حق النادي. شنو مشاغله كل انسان حسب الشغل. انا مو جزئيه شنو مشاغله ما له علاقه فيها، بس انا قاعد اتكلم شنو مشاغله. لا ما ارتضته الجمعيه العموميه لنادي القادسيه باختيار. ما قلت لا انا بس قاعد اقول مشاغله. شنو مشاغله؟ ما على وجهه نظر هو يقولها واعطى مشاغل. بس خلينا نوضح شنو مشاغل. يعني ممكن تربح تدري بيها. احنا ما ندري كل واحد مشاغله، مو شرط اني انا اعرف مشاغله. إنه مو متفرغ، وأنا كنت أتمنى إنه يأخذها واحد متفرغ وينهض بفريق كرة القدم، لأن الوضع الوضع مأساوي. نعم، هذا في القادسية وأيضا العرب. تبادل وجهات النظر في هذا الموضوع تحديدا. ننتقل حق أمس صالح، سؤال موجه مباشرة لك. تكنسل اجتماع مجلس الإدارة لنادي العربي بسبب عدم اكتمال النصاب، أبي تعليقك. والله يعني انتقاله من موضوع القادسية أقول عندنا وعندهم خير. يعني ما في اكتمال نصاب، مو اول مره تصير بالعربي. يعني تعودنا هزليات في مجلس اداره النادي العربي، ما ادري لمتى هم مو حاسين ان ترى انتم اعضاء في مجلس اداره النادي العربي. يعني حجم النادي العربي وايد اكبر من ان انتم تغيبون عن الاجتماع او تعذرون عن الاجتماع. بس هل هذا يعتبر تغيب متعمد؟ خصوصا ان لما انا مفروض اني اعالج هذه الاوضاع، مفروض اني انا احاول اني احضر، لان المشكله كل ما تكبر. العربي تعدى مرحله التعمد. يعني تلقى عضو مجلس إدارة قاعد بالديوانية ما يحضر ديوانية النادي 50 متر يوصل مكتب مجلس إدارة، 50 متر يوصل الاجتماع وما يحضر. ناس تدري إن في اجتماعات في زين في موسم يسافرون يهدون النادي ويروحون. في ناس ما تيجي بالأساس، في ناس يعتذر لظروف خاصة. هي كلمة ظروف خاصة هذه عذر لأي واحد ما يبي يحضر. أسمع أبو عزيز تفضل. شوف بالنسبة للنادي العربي، يعني يمكن عرفنا إحنا في مثل بحياة إن الكل صغير يكبر. إيه انا مخالف، يعني شوف العربي قلع وهامه، بس في كره القدم في كبير يصغر. ليش؟ لان شلون تبي على مستوى الكبير شلون يصغر؟ من اللي صغر؟ لا اللي صار الظروف اللي قاعد يمر فيها، اللي ماسكين النادي شلون قاعد يدمرونه. يعني هذه كلها امور ممكن تصغر النادي مع الوقت اذا استمر بالوضع الغير صحي هذا. طبعا ضرار مو بس على الرياضه الكويتيه، على عفوا على النادي العربي، على الرياضه الكويتيه بشكل عام. يعني اذا ما تعافى النادي العربي الرياضه الكويتيه بعد راس العليله. فممكن النادي العربي مع الوقت يستمر بهالحاله يصغر. اوكي نادي بحجم يصغر من اي ناحيه؟ يصغر انه يعني يبتعد عن الالقاب، صراعاته تدمره وخلاص. يعني يصير نادي، يعني ما اقول لك نادي صغير، بس يبتعد على القمه. يبتعد على القمه. اوكي نادي دكتور حامد. دكتور حامد يصغر عن الوضع الحالي. أنا يعني رايي الحين مالي ابو عزيز، بس خل اسمع راي الدكتور حامد. دكتور حامد انا ابي رايك في هذه الجزئيه اللي انا مو قادر افهمها. الصغير يكبر هذا شيء وارد، لان احنا قاعد نتكلم عن شيء واقعي، لكن الكبير يصغر شلون تصير؟
والله عاد يبقى وهل ممكن ان اكلمك فيها حطها ابو عزيز اسمعني يعني ما في مو موجوده يعني علشان خلاص ابو عزيز ابو عزيز لك قصتك يا ابو عزيز انا ما كم خلتني اكمل لا هرجع اخليك تكمل ما عليك بس اسمع الدكتور ربما مرتين شوف اسمح لي ابو عزيز اسمح لي ابو عزيز اسمع الدكتور وقته تفضل طبعا ابو عزيز محترم رايه وكلامه يعني ومقتنع فيه بالنسبه لموضوع انه اللي يكبر يصغر نادي العربي يبقى نادي كبير ونادي القادسية ونادي الكويت هذا من أعمدة الرياضة الكويتية عندنا وإحنا أنا بتكلم كجمهور أنا ماني ناقد ولا أني القادسية والعربي من أعمدة الرياضة عندنا صدقني من نزول مستواهم في خاصة في الدوري يعني أتكلم ينعكس بشيء سلبي علينا كمشاهدين وكمتابعين فالوضع اللي صاير وضع إداري بحت في نادي القادسية وفي نادي الكويت نعم. يعني نادي القادسية ما هو قادر يوفر عنده محترفين يعني في يعني أقل شيء نادي مثل نادي القادسية يعني يوفر المحترفين وغازي إحنا ما نبي التفاصيل إحنا نبي هذه الجزئية اللي تكلم عنها بس أنت لك وجهة أنا بالنسبة لي بالنسبة للعربي هل اسم لي؟ اسم مثل العربي ممكن إنه يصغر مثل ما يقول أبو عزيز في هذه النقطة وفي لاين معين قصده في موضوع إنه كبر كان كبير وصغر لا العربي يبقى كبير العربي إيه؟ أنا بالنسبة لي العربي يبقى كبير بالنسبة لي هو يتكلم عن موضوع الغاب يمكن هذا موضوع بديش فيه أن العربي راح يبتعد فترة طويلة عن الغاب لكن يبقى العربي نادي كبير أبو عزيز أختم وياك علشان لا أطول أنا في عندي كل ما تختم شو تختم لا 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 بس أنا ودي أقول حاضر تفضل يا أبو رضا كل خير اليوم ضبطنا يعني جنتلمان حاضر تفضل والمعباس يسلم عليك الله يسلم ويقول لك الخير بقبال بعد ان شاء الله وصل تفضل العربي يمرض ولا يموت ويكبر ولا يصغر وهذه مرحله وتعدي اتمنى ان شاء الله وتعدي يا ما مروا بها مثل الافوات هذه والعربي يستنهض من جديد وان شاء الله حتى القادسيه يستنهض من جديد ترى حال القادسيه من حال العربي الحين لا نظرت إلى جدول الترتيب خاصة في كرة القدم أيه؟ تلقى القلعتين في أسفل الترتيب راح ينهضون من جديد وإن شاء الله هذا دور الجمعيات العمومية فيها هالقلعتين العريقتين أيه؟ ويعرفون من أين تؤكل الكتف على أنت تقصد العربي صار نفس روكي الحين العربي كبير بجماهيره وتاريخه وبلاعبينه وفي كل مجالاته طيب وسينهض من جديد ابو عزيز عشان انا عندي عندي, عندي عندي ملف دسم لجنه المسابقات يا جماعه عندي عندي ملف دسم تفضل انا بتكلم بلسان عرباوي ما يخالف تسمحوا لي تفضل انا يمكن كلامي لا يفهم منه تصغير نادي العربي نادي العربي نادي كبير هو تحذير اكثر ما هو تصغير انا لما قلت كل كبير يصغر اعنيها اللي الاوضاع غير صحيه ودي اقول كلمه حق الجمهور الجمهور العرباوي بالذات ودي اوصلها الرساله لان الجمهور العربي انا اقول يعني هو نص جمهور الكويت اقول 16 سنه ما بين كنا واحنا واحنا جمهور غيره وديره وصد ديره ومع كل اخفاق نقول علها خيره والوعد بعد سنه والله والسنه تجر وراها سنه شعره والمشكله فعلا عسيره هذا النادي العربي يعني نص الرياضه بهالبلد نص الرياضه تدري شنو يعني تسألني اللي ماسك النادي منو دفع للنادي الله يزيده بس إدارته مو سديدة ولو شنو تفتح صفحة جديدة المكتوب معروف من عنوانه لو تشوف منه حواليه وعوانه هذا يطق هذا وهذا يرز هذا همهم الكراسي والجماهير تعبانة حتى القاعدة أهملوها ولا رؤية ولا خطة سووها يعني على البركة نادي بحجم العربي ماشي على البركة ياركم الله يا جمهور العربي والعتب عليكم يا جمهور العربي ما تبونه وتبون تشيلونه روحوا سجلوا بالنادي وصوتوا بدال لا تذمونه وبدال لا تصير 25 و30 سنة ما بين كنا وإحنا طبعا كنا إحنا كنا قلعة وإحنا إحنا كيان نادي العربي صح لسانك يا أبو عزيز شعر حلم الصالح شعر أنا أبي تعقيب شعر. وحيد من الصالح قبل أطلع هي. تقريري الأول أبي تعقيب من الشعر اللي قال الكلمات اللي قالها أبو عزيز على الجرح وفي بعضها رسالة شنو تعقيبك؟ والله هو نبشنا صراحة يعني. نبشنا عدل يعني بس إن أول شيء يقوله صح لسانك جزاك الله خير على كلمات الحلوة والمشاعر الحلوة يعني لما يطلع كلام مصفف بهذا الشكل هذا فهو أكيد نابع من داخل ما يجي كلام من فراغ يعني
بس ان اهم ارد اختلف معاه مره ثانيه واقول له ما في شيء يصغر بالعربي ان شاء الله. اوكي ممكن يتجرح ممكن يتشوه بعض الاشياء لكن ما يصغر صدقني. راح يرد مره ثانيه ان شاء الله. قصب طيف مو نعم. دكتور حامد وقريب ان شاء الله وكابتن ثامر الصالح يمكن انا خليتهم بس يشوفون الاجواء هذه لان للامانه بقيت الحلقه كلها لكم عشان كذي اجواء حلوه صراحه. ان شاء الله نشوف اولى تقاريرنا الخاصه بلجنه المسابقات ونناقشها. لجنة المسابقات ما لها وما عليها. اللجنة التي ينقسم الرأي حول قراراتها إلى قسمين، فالبعض أشاد في التعديلات التي أقرتها مؤخرا على لائحة المسابقات بخصوص الغرامة المالية المفروضة على الفريق الذي يحصل على 6 بطاقات في المباراة الواحدة، بينما كان هناك تحفظا من الجانب الآخر. البعض أشاد في فكرة اختيار أفضل لاعب في الشهر، بينما اشتكى عدد كبير من المدربين بخصوص موعد انطلاق بطولة كأس الاتحاد. العمل موجود من دون شك في لجنة المسابقات، وكذلك تبقى الملاحظات موجودة أيضا. أولى محاورنا خاصة في لجنة المسابقات وآخر التطورات الخاصة، خصوصا الحين قاعد يصير التصويت على أفضل لاعب لشهر أكتوبر. نستغل الفرصة بالبرنامج وفي هذه الطاولة تحديدا مع رئيس لجنة المسابقات الحالي والسابق الأستاذ ثامر صالح وأيضا الدكتور حامد الشيباني. أبو يوسف، إذا أنا بنتكلم عن اختيار الأسماء الأربعة اللي على حسب الرؤية الفنية الخاصة باختيار الأسامي الأربعة اللي هي موجودة قدامنا، فيصل سايد من الجهراء، حميد القلاف من الكويت، محمد سعد من الجهراء، وفيصل عجب من التضامن، في لشهر أكتوبر هل هم الأفضل وشلون؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أنا سبق وكان لي مداخلة معاكم على الهواء ولكن ما أخذت حاصلي اني انا اشرحها بشكل مكثف، فبنتج هذه الفرصه بوجود اليوم اشرح لكم الاليه باليه الاختيار واليه التصويت علشان الجمهور يعني يكون على درايه صح في اختيار افضل لاعب. نعم طبعا هي الفكره تبلورت من قلب الاتحاد اللي هي لجنه المسابقات. هدف لجنه المسابقات في البدايه كان العمل على تطوير المستوى سواء كان على المراحل السنيه او السن العام بالتحفيز. بالتحفيز نعم. وطبعا التحفيز ما يجي كله من خلال مسابقه نعم. فاحنا فكرنا بان احنا ننقل افكار اوروبيه داخل الكويت قابله للتطبيق نعم. وانا اعتقد موضوع اختيار افضل لاعب قابله جدا للتطبيق نعم. فاخترنا لاعب الشهر وليس لاعب الجوله لان الشهر في الدوري الانجليزي الدوري الانجليزي إيه؟ تقريبا 4 مباريات اي نعم. فحبينا ان تكون فيها شفافيه بقدر كافي، زائد انه ما يكون فيها اي نوع من الظلم على اي لاعب لعب في هذه الجولات بالشهر نعم. ففكرنا بطريقه بحيث ان يكون فيها فعلا شفافيه كبيره من خلال تعيين لجنه مشتركه في البدايه من لجنه المسابقات واللجنه الفنيه واللجنه الاعلاميه، هي تكون مسؤوله مباشره عن جائزه لاعب الشهر نعم. لان اليوم اذا تركتها حق لجنه المسابقات فقط يصبح ضغط كبير على لجنه المسابقات نعم. فحبينا ان يكون في لجنه مشتركه وفي تعاون متبادل داخل الاتحاد ما بين اللجان، وهذه في السابق يعني نادر ما كانت تحصل، اليوم اصبحت موجوده والاخوان داخل لجنه داخل الاتحاد اشادوا في روح العمل الواحد داخل الاتحاد، وهذا اللي نسعى له احنا اليوم. وانا على يقين بان اخواني ان شاء الله لما يخلفونا في الاتحاد راح يستمروا على نفس النهج نعم. فالفكره جت من خلال تعيين مدربين سابقين ولاعبين سابقين لاختيار لاعب الشهر ممتاز. ترشيح تقريبا 10 نعم الى عدد 10 حلو ويوسف، والعدد العشرة هذا يتناقص الى ان يصل الى 4 حلو ويوسف. هذا يعني علشان المشاهد بس انا ممكن اعيد، انت كلامك على متم لكن انا ممكن اعيد اختيار الاربع لاعبين الحين آلية اختيار الاربع لاعبين فقط. انا اقول لك منو اللي يختارهم؟ قلت لك انا لاعبين سابقين مدربين سابقين مدربين واللاعبين سابقين. والمدربين سابقين هم متابعين ومحللين ممتاز للدوري الكويتي. اسمائهم انا يعني احتراما لرغبه الاخوان
في هذه اللجنة المشكلة باختيار هذول اللاعبين بعدم ذكر أسمائهم، فأنا يعني مضطر إني أنا ما أعلن عن أسماء الأخوان. بس أبو يوسف ما عليه، بس تخ تماما بأن هي أنت مو قلت الشفافية موجودة، الشفافية موجودة، فأنا يعني مفروض أن أسمع إجابة من أنه ثق تماما، ما يختلف ما يختلف عليهم اثنين المعيار، لاعبين دوليين سابقين أيام الثمانينات، مدربين سبق لهم التدريب، مدربين مخضرمين، وتشاهدهم كل خميس وجمعة في مباريات مش تحليل، يتابعون مباريات الملاعب. فأكثر من كذي ما أقدر أنا. ممتاز، على وصلت الصورة أعتقد يعني واضحة جدا، واضحة يا أبو يوسف، عشان كذي أنا بتخيلها مثل شجرة، شجرة العائلة، شلون إحنا وصلنا الحين لاختيار أربع لاعبين. دكتورة بيسألك سؤال، شو اللي يمنع إني أنا ما أعلن أسامي مثل ما قال أبو يوسف وجهة نظرة، يعني شلون أنا أعلن أسامي الناس اللي اختار أسامي الأربعة اللاعبين الأربعة؟ إحنا خلنا نوضح نقطة، طبعاً هي بدأت العام في مسابقة كأس العهد اللي هي اختيار أفضل لاعب في قبل النهائي والنهائي. صح. طبعاً نشكر شركة فيفا أول شيء، الراعي الرسمي للاتحاد، طرحنا الفكرة عليهم متمثل بالرئيس سلمان البندران وعزوز الأمانة على طول وافق على الموضوع. العام أنتوا أعلنتوا الأسامي؟ العام أنا وأنت بالناس اخترنا مدربين من اللجنة الفنية عن طريق الدكتور أحمد عبد الحميد. إيه؟ قعدنا معاه وقلنا نبي نختار أسماء. إيه؟ في كل مباراة يكون ثلاث مدربين من ناس الخبرة. إنزين أعلنتوا أسامي هذول المدربين اللي هم يختارون؟ أعلنا أساميهم بكل وضوح وكل شفافية، لكن طيب. الإخوان يمكن يبقى لهم رأي، يمكن مجتمعين مع اللجنة الفنية، ممكن الناس يعني ما ارتأوا أن تنطرح أساميهم للإحراجات والأمور اللي يمكن بيوصل نتكلم فيها، لكن أنا بتكلم عن وضعنا إحنا، كنا طرحنا الأسماء بكل شفافية، والأمانة ما حصلنا أي تعارض من أي نادي ولا أي فريق. أبو يوسف أنا ليش أقصد هذا السؤال؟ أنا كمشاهد قاعد الحين، أنت قاعد يقول لي الرجل قاعد طالع بالتلفزيون قاعد يقول لي شفافية بداية الكلام جدا جميل، أنا ولما هي عند الأسامي قال أنا بشرح لك وأنت إن شاء الله راح تتمم على كلامي. اليوم ثق تماما، لو اللجنة المشكلة باختيار اللاعبين أعضاء عاملين بالاتحاد كان أنا أول واحد أعلنهم. إيه؟ هم غير عاملين بالاتحاد، خارج الاتحاد. زين، ف شنو علاقة هذا؟ أنا أقول لك قبل لا يقبلونهم. نعم. من أفضل وناس ممكن أنا أعلق بس تعليق بسيط. شنو؟ تعليق على الموضوع. إيه؟ إحنا عارفين المجتمع ضغوطات، اختار فلان واختار فلان، فهذيل الناس فضلوا عدم ذكر أساميهم علشان لا يواجهون هذا. فهم الإخوان علشان يقبلون هذه المهمة طلبوا منا إحنا شخصيا بعدم ذكر أسمائهم منعا للإحراج والضغوطات اللي تجيهم، فعلشان يكون العمل سلس، خصوصا إحنا جمهورنا شوي يعني يدور بالصغيرة، فإحنا حبينا بس هذه ان شوي نستبعدها عن الظهور الاعلامي عشان مصداقيه تكون، عشان هذه حلها الروتيشن اللي صارت السنه اللي طافت. الروتيشن موجود يعني دكتور حامد سواها، الروتيشن سويتوها تدري وين الروتيشن؟ عشان فلان وسامي تدري وين الروتيشن موجود؟ الروتيشن انا المهم عندي اليوم التصويت، اليه التصويت. ايه الروتيشن عندي موجود بالتصويت. انا اقول لك شلون، بعد ما ننتقل من الاربع لاعبين المرشحين تأتي عندنا، فكرنا قلنا إذا اليوم إذا تركناها إلى الجمهور راح تصبح موجهة. إيه؟ الجائزة قصدك؟ لا لا إحنا ما نبندش على هذا، بقول لك شلون الروتيشن موجود. أوكي. إيه؟ جاينا على موضوع التصويت أبو يوسف. أوكي. واحدة واحدة إحنا الحين قاعد باختيار الأسامي، آلية اختيار الأسامي الأربعة اللي موجودة اللي ذكرتهم معي بورضان، إيش رأيك مع سرية عدم ذكر أسامي من هم يختارون اللاعبين؟ نعم معاهم قلبا وقالبا، وأنا أحيي لجنة المسابقات على هالفكرة الرائدة، وأعتقد هي برعاية الخطوط الجوية الكويتية. لا، رعاية فيفا. فيفا. نعم. خطوة غير مسبوقة، وخطوة نحييها ونبي هذا التشجيع للاعبين. أما والله تبي تسألني من المدرب اللي اختار ما بندش بتفاصيل وسين وجيم ونضيع تفاصيل، وهذا من النادي الفلاني اختار اللاعب الفلاني ومش عارف ايش، فراح نحوس. فأنا وافقهم الرأي وأنا خلي وطبعا حتى اللاعبين المدربين واللاعبين السابقين ما يبون يظهرون فيها الأجواء اللي موجودة داخل رياضتنا الحين، الأجواء غير صحية صراحة. ممتاز. فتبيهم بعد تجيب لهم هم منحاشين وانت بعد تتورطهم. أنا بس أضيف لك شغلة أبو تركي، عندنا احنا طبعا يمكن ما اضطرنا لها ولا اخذت حاصلها اللي هي جائزة لاعب الشهر الخاصة في لاعب 19
17 15 هذه برعايه خضوج جوي الكويتيه. هذه اليوم انا مستعد اقول لك منو اللي يختار والطريقه والاليه علشان نكون شفافين امام الناس، لان شو الفرق هنا؟ انا اقول لك لان المسؤولين عن هذا الشان اعضاء عاملين بالاتحاد. فهي مسؤوليه اللجنه الفنيه برئاسه الدكتور احمد عبد الحميد. هي على الناس مو على هذا، الناس تبي تقول تقول يعني ترى الاثنين صح. لما هني يعلن الاسماء هم قابلين يعلنون الاسماء، بس ما يبون يعلنون اسماء هي على الناس الموجوده. بعدين هي بس من ناحيه المدرب، المدرب لما تكلفه في مهمه صدقني المدرب ما راح يضحي باسمه ويختار لاعب سيء. انا مو ضد بيوسف، بيوسف عنده جوله كامله، لكن انا اتكلم عن مباراه معينه، مباراه الكل قاعد يشاهدها قبل النهائي ونهائي. لما يكون متواجد المدرب ما راح يضحي ويختار لاعب سيء، لان اللاعب واضح قدام الكل الافضل لاعب. لكن موضوع انه شهر يمكن فيها آلية ثانية. أنا دكتور حامد هذا اللي أقصده، ولاني ضد ولاني معه، لكن أنا أبي أوصل لمبدأ الشفافية اللي الناس المفروض تقول وين الشفافية، بما أن عدم ذكر الأسامي وجدية هذه. بس أنا قرأت لك أماكنهم وينهم في اليوم. ايه؟ ولو كل واحد بطل التلفزيون راح يعرف منه اللي قاعد يختار. وأضف إلى ذلك بتركي الاختيارات الأربعة كل أبوها صحيح. إنزين إحنا ما ندري لاعبين من الجهرة؟ إيه لا يستحقون. محمد سعد يستحق وفيصل زايد يستحق وبندر سليمان ايضا يستحق. زين انا ما في مانع اذا انسان ابدع ما في مانع يوصل ثلاث لاعبين من الجهره يوصل أو ما ابي اقول لاعبين الجهره كلهم متالقين صراحه. يوسف لو صارت يوم من الايام موسم انا اقول لك جوله ثلاث لاعبين متالقين فريق واحد. ومن قال لك بندر سليمان ما كان من ضمن من ضمن العشره يمكن صح؟ بالعكس الجهره ابدع. تركي هذه محسوبه. انا يوم دخلت معاكم على الهواء أخوي أبو خالد عادل عقله نمسي عليه بالخير سألني هذا السؤال، قال إذا في لاعبين اثنين أبدعوا بنفس الفريق ما تحطونهم؟ قلت ماكو شيء يمنع صح. وكان اليوم موجودة بالضبط. أيه. واليوم موجودة وسبحان الله صدفة اليوم موجودة. فاليوم إحنا ما إحنا ضد أن يكون عندي فيه اثنين ولا ثلاثة على حسب أداء الفريق صح. اليوم ما يختلف اثنين بأن الجهرة تميز في هذا الشهر تميز يعني لابد أن يكون 50% ما تحس أن فيها ظلم بيوسف حق الأندية الثانية؟ أبدا ما فيها ظلم، لأن أنا اللي يهمني قدام المستوى وتأثير اللاعب للفريق اللي وصله إلى هذه الدرجة. هو يعني راح يعني هم ينقون عشرة بعدين يخلونهم لي أربعة. فيعني أكيد المميزين من الفرق الثانية من ضمن العشرة أكيد يعني. وصلوا. لا بس يعني ترى هم سؤال عبد الله واضح يعني عندك الكويت مثلاً غالب العرب والقادسية بهالشهر. أنا أقول لك سامي. غالب العرب والقادسية ما دش منك نيت. من الجهرة. سامي الصانع. سامي الصانع كان من الخمسة. آخر خمسة. فعلاً. زين. زين يا جماعه عندنا علي مقصيد يعني كان مستواه جميل، عندنا الرياحي كان مستواه مو موجود بالقائمه، يوسف قلفه مال النصر نعم كان بعد يوسف قلفه من ضمن المجموعه. انا بقول لك شغله، هي بالنهايه انت تسوي تصفيه على حسب تاثير اللاعب نعم. في هذه الجوله للفريق ما تحسب له مباراه واحده ولا ثنتين ولا ثلاث. انا اعتقد اليوم لولا قلب النتيجه في مباراه الجهره والتضامن لا فيصل عجب فاز فيها. نعم فيصل عجيب. أعتقد أنا وجهة نظري هذه أنا الشخصية، وترى على فكرة أنا لا ناقة ولا جمل اللي فيه بهذا الموضوع. أنا مجرد توصلني النتيجة النهائية وأعلنها. بتركي دكتور ما عليه قول لي ردا على الأخ الصالح. نعم يعني لما يقول القادسية غلب العربي والقادسية فيها أوكي مو مستغرب إن القادسية إن الكويت يغلب القادسية والعربي الكويت. بس لما الكويت لما يغلب القادسية والعربي ما عادي يعني. بس لما الجهرة يغلب القلعتين هني جهرة غلب العربي بشهر 9 أنت داش عارف كله غلط اللهم غلبه معلش غلب العربي بشهر 9 فغلب ترشيح أفضل لاعب هذا حق شهر 10 بشهر 10 الجهرة تعادل مع التضامن لحظة أنت اللي اسمع الجهرة تعادل مع التضامن بشهر 10 وتعادل مع كاظم وفاز فقط على القادسية ما سويت فيها سويت فيها شيء عادي لا مو شيء عادي العرب القدسي ينطقهم قبل انا بس قبل انت خل اسمع ما عليه انتوا عاد ما اقدر انت انا بس بعقب على ابو رمضان لما قال المستغرب ان الجهره يغلب القدسي اي لا طبعا انا بتكلم من ناحيه فنيه من ناحيه فنيه العرب الجهره يعتبر من اميز الفرق الموسم هذا لما يغلب للفريق الجهره مو مستغرب انه يفوز لانه متميز لاعبينه بعقليته اللي بدأ فيها بداية الموسم معسكره اختيار المدرب اختيار المحترفين الجهرة مو مستغرب انه يفوز ويوصل هالمركز الثاني. فهذا يا ابو غازي انا اتكلم على الورق القادسية والجهرة يعني وين الورق احنا خلاص شهر 9 دشينا 10 الحين يا انا شفنا معليش شباب خلاص مع ابو يوسف لان كان عنده تعقيب وعندي سؤال. طبعا هذه الترشيحات لما يضعونها اخواني المدربين الوطنيين والمحللين
فيها ضوابط، ضوابط انه ما يكون لاعب مطرود، نعم. ما عليه سلوك الرياضي داخل الملعب، ما عليه عقوبة انضباطية. حلو. فكثير من الضوابط موجودة، جايد لاينز يمشون عليها الاخوان، ويصير على قولتهم المنخل، ولما توصل الى 4 لاعبين. ممتاز. دكتور حامد، كونك رئيس لجنة المسابقات سابقا، نتكلم عن جزئية اختيار لاعبين اثنين من ضمن 4 لاعبين. انا عندي 4 لاعبين، اختار اثنين من نادي واحد، هل هذا مثلا يحجم من الخيارات الخاصة، خصوصا ما قالوا، قالوا الشباب عطوني اكثر من اسم، عندنا مقصيد، عندنا قلفة، عندنا الرياحي، لو كان انا احدد يعني 4 لاعبين باختيار الفرق، لا ممكن واحد من الاسامي يدش وياهم، ابي رايك. كلامك سليم، لكن ما يمنع ان يدش 2 ولا 3 من الفريق، ما يمنع اذا اللاعب يستحق، وان شاء الله ان نثق باختيارات اخواننا في اللجنه الفنيه. و لا انا بتكلم عن اليه، انا بس الآلية ما تمنع انك تختار 2 من, من, من لا انت يعني مع اختيار 2 او 3 ما يمنع إذا الامور الفنيه جابت الاسامي او نزلت الاسامي لاربع اسماء منهم 2 من نادي واحد، ما يمنع. بس تسمح لي ابو تركي ارجع شوي، بعرج على الدوريات المتطوره والافضل منه، وما يمنع اني انا احتذي فيها. نعم. الدوري الانجليزي لما فاز فريق ليستر 3 لاعبين كانوا مرشحين لأفضل فاردي انقول كانتي ومحرز. نعم. ما هي عيب، صح. هم الافضل والاميز. فاليوم لما نادي الجهره يطلع منه 2 ما هو مستغرب. نعم. ابدا بعدين بتركي لما تحط محمد سعد وفيصل زايد، الأمانة 2 مستحقون. اي والله، اي والله بندرس مستوى عالي الامانه. احنا بما ان ابو يوسف عارف، وايضا المشاهد والشباب عارفين باختيار، احنا تم اختيار 4 لاعبين، وآلية اختيار التصويت على 4 لاعبين قالها أبو يوسف، بس نكررها مرة ثانية. عندنا الجمهور، عندنا الجمهور، إيه، وعندنا الجمهور عن طريق التويتر الاتحاد، نعم، وعندنا البرامج الرياضية، برنامجكم المحترم، وبرامج حوارية. إحنا قلنا رأينا، صوتنا نقوله، إحنا اخترنا فيصل زايد لكم هذا. نعم، يعني الرأي لكم بالنهاية. لا التصويت صار فيصل زايد. أي تصويت أسرة 18 خلينا نقول، عشان يعني أسرة 18 وبرامج الرياضية. وعندك طبعا الأقسام الرياضية بالصحف اليومية، نعم، رؤساء الأقسام ومدربين وطنيين غير عاملين بالأندية. نعم. عندي 500 مدرب. هذه اللي أقول لك إياها، هذه يصير فيها روتيشن، عشان لا يصير واحد بس يتغير فيها. هذه أعتقد أنا يعني وصلنا إلى 90-95% من الشفافية للجمهور. نعم. عاد ما أركز على 5% مالت الأربع أو 5 مدربين اللي تختار هذا. حلو. خل ركز على الصورة المشرفة، الصورة العامة في هذا الموضوع. نعم. وأنا يعني لما أنا وصلتني النتائج النهائية، وأعتقد أعلنوها الإخوان في الاتحاد. ناطرين كلنا الحين. إيه إن شاء الله. أنا راح أعلنها لكم طبعًا بعد ما أعلنوها إخواني في الاتحاد، وأعتقد موجودة في الويب سايت للاتحاد. أنا أقول لك فيصل ولا محمد، واحد من الجهرة خلصنا. شوف طال عمرك. اللي فاز فيها انا ابارك له صراحه على اداء متميز، وشاهدت له يمكن 3 مباريات. ها النتيجه عندك. اي عليها الضياف يا جماعه، ابو يوسف مدلع. خلينا نركز، انا كنت ما قاعد اكتب اكثر شيء شفافيه ما في. لا لا ابو يوسف كل شهر عندنا نشرب اخر يوم اليوم. خليك بعد ثاني، تفضل يا ابو يوسف. ابو يوسف راح يعلن لنا اسم الفائز، اللاعب اللي فايز بشهر اكتوبر، والاحصائيه عندك وشون كلها. تفضل. ابارك اول شيء لاخوي اللاعب يعني اللي ممتع داخل ارضيه الملعب، فيصل زايد. فيصل يستاهل والله، حصل على نسبه 66% من الاصوات الاربع جهات. نعم. حصل من المدربين 24%، وحصل من الجمهور على 6.8%، وحصل من الاعلام على 20%، وحصل من الصحافة على 16%. يستاهل فيصل زايد للأمانة. ألف مبروك. يستاهل. يا فيصل. من الترتيب موجود؟ ترتيب. لاعب أكتوبر، تفضل. والمركز الثاني الحارس المتألق حميد القلاف. إيه نعم. حصل على 23.4 إجمالي. نعم. مقسمة على 6% من المدربين، 16% من المدربين. الجمهور حصل على 3.4. الإعلام ما حصل، الصحافة حصل على 4%. حلو. إذن الأول فيصل زايد، الثاني حميد القلاف، الثالث محمد سعد. نعم. 7.4. هذا وين؟ هذا الإجمالي. إجمالي بعدين التقسيم. التقسيم ما فيه. 7.4. وفيصل عجب على 2.4. بس ما نذكر لأنه ما فيها. أي يعني نسب بسيطة.
في 18 مبارك حق كابتن فيصل زايد انه صار افضل لاعب والاعلان ونشكر ايضا ابو يوسف على السبق الاعلامي في برنامج 18 نذكر لاعب اكتوبر يعطيك العافيه ابو يوسف وقال لنا للامانه قال لنا قبل الحلقه عندي لكم حصري بس ما توقعت تستاهلون والله عاد يستاهلون بس مذهبين فقره حق فيصل زايد يعني انا بس حابه شلون بنعرف ابو عزيز لو قايل لكم قبل الكواليس ما اعطيكم هذا كان بالعكس والله حلاوه انا اقول قاعد اكتب اسامي المتصلين عشان اصدق انا بس حابه اوجه دعوه لاخوي الكابتن فيصل زايد ان شاء الله يوم مباراه القادمه امام السالميه في نادي كاظمه سيتم تكريمه قبل المباراه ونتمنى ان شاء الله الحضور الجماهيري اللي يستاهل كابتن فيصل زايد يستاهل الجماهير الجهراويه ستزحف الى السالميه هالمره لا بكاظمه شكرا لكابتن ثامر شكرا للجميع راح نستمر يا بعض راح ناخذ راي الجمهور من ناحيه الاتصالات محمود اول متصل ويانا حياك الله ويانا اخوي محمود يا هلا وسهلا تفضل انا قلت نعمل الاختيار فيصل زايد لاعب مبدع بس انا بس بغيت اكلم الاستاذ محمد صالح يا هلا امس كان شارك برنامج الديوان في برنامج الديوان الثالثه تفضل قناه ثالثه اي في رئيس ابو عبد الله رئيس نادي تضامن السابق اللي كل عن ما اعتقد له ارتباط يوسف الميدان الثاني نعم الطرف الثاني قال شيء يعني لأول مرة أنا تابعه كل فترة وكل برامج شيء جديد يعني هذا بعد مثل ما نقول لا طبنا ولا غدا الشر إذا خطوا خلينا نقول أعضاء مجلس الإدارة الاتحاد المنحل هالخطوة اللي هي أن لو الجمعية العمومية اختارت الأعضاء مجلس الاتحاد الجديد وحتى الفيفا وافقوا فإن أعضاء المجلس المنحل بيرفع قضية بالكاف نعم وإحنا عارفين شنو دورهم الطرف الثاني نعم. فهذا شكرا. يعني كأنه نرجع لقر نعم شكرا أخوي محمود حبيبنا أخوي محمود بس عشان الوقت انتهى نقطة حلوة يا جماعة يعني على العين وعلى الرأس المتصل محمود يعطيك ألف عافية وطبعا اجتهادات خاصة في البرامج لكن لكل برنامج محور ومحاور خاصة أنا ألتزم يا أخوي محمود بالمحاور اللي عندي عشان يدوبك على قولتهم يدوبك أخلص الحلقة بختام المحاور واستغلال ضيوفي داخل الاستديو سعد مبارك تفضل حياك الله يا أستاذ نحييكم بتحية المحبة والسلام وباختصار حياكم جاءنا البيان التالي يعطونهم مثلا تكريم هدايا أو جوائز مثلا يعني من الهيئة أو من النادي أو الاتحاد الرياضي وأخيرا ليش يعني مسألة الاختيار ما اختاروني سابقا وأنا كفو طال عمرك تحياتي لك كفو علينا نطالب بإضافة سعد مبارك إلى اللجنة يستاهل أخي سعد والكفو والله أخي سعد اتصل الكل يبتسم لا إله إلا الله لا إله إلا الله اتصال من العزيز اتصال من العزيز أبو فيصل أخوي خالد الشمري حياك الله ويانا أبو فيصل الله يحييك ومسي عليك وعلى ضيوفك كلهم بالخير حياك الله ابو فيصل حياك الله ترى ابو احمد يقول حطوا تايم وانا قلت لهم شيلوا التايم لا الله يسلمك لا انا لا تغش شغلتين للامانه شغلتين يعني الاولى احب اشكر اللجان او اللجنتين المؤقتتين اللي تم تعيينهم لجنه فواز الحساوي اخوي العزيز والجماعه اللي معاه اشتغلوا للامانه كفيته ووفيته وقدمته وخدمته الكويت نعم. من خلال اللجنة هذه وأشكر لجنة الأخ العزيز إبراهيم شهاب والأمانة قدموا وأدوا عليهم وأبدعوا صراحة الأمانة الشغلة الثانية فضل أنا طبعا داك عناد على حامد الشيباني حامد الشيباني لأنه هو كل ما أطلع معاكم لغاية يدق تلفون فبالتالي بدك عني عناد شرفنا يا أبو فيصل الله يسلمكم البرنامج لك يعني وان شاء الله يعني نفرح باكر بالحلقه ونبث ونعلن نجاحك ان شاء الله ان شاء الله يطول عمرك والله العظيم اللي عندك كلهم عزيزين على قلبي حبيبي عزيز وغالي يا ابو فيصل ابد راس على كل واحد ابو فيصل خلف الشاشه لا انت يا ابو فيصل ابو غازي يقولك داومت ولا لا
خلي ده مو اقول انا تصفيه حسابات مو عندنا. ابو فيصل عزيز غالي حياك الله، بس بقول لك شيء. لا ابو احمد قال حط الوقت ولا شيء، انا قاعد اتغشمر، بس انا بس دائما اخليه هو الغلطان على راسي. اسكت خليتك علي بعد الهواء. الله يسلمكم حبيبي يا ابو فيصل، جزاك الله خير ومشكور وشرفنا من خلال هذه المداخله. احمد الشمري تفضل اخوي احمد. دام فضلك مساكم الله بالخير والسلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه. تفضل. انا بس حبيت اشكر لجنه المسابقات على هذه الاختيارات. نعم. ومو غريبه اثنين يكونون من ضمن القائمه جهراويه. ايه؟ وسنه من سنين مو بعيده كانوا 9 لاعبين من نادي واحد، هذا شيء عادي يعني يمثلون المنتخب. المنتخب. نعم. لكن انا عندي شغله، ويا ليت يكون وياي اخوي ابو يوسف الصالح. تفضل. في ماده بلائحه المسابقات رقم 22 للفريق الاول، طبعا في 5 لاعبين من فريق الشباب يمثلون الفريق الاول، احرموا لاعبين الناشئين من كاس الاتحاد انهم يمثلون الفريق الاول، يعني شالوا كلمه الناشئين بقوا على فريق لاعبين الشباب، فياليت انهم ما ينسوا اللاعبين الناشئين، وهذا فرصه ان لاعب الناشئ يوصل للفريق الاول، وياليت ان تكون على بالهم وما ينسونها ويغيرونها باقرب وقت بس عشان عيالهم الناشئين. عقب عليه بسرعه. تفضل. خله موجود، خله موجود. لا تقطع اخوي احمد. ماده 22 بالسابق كانت تسمح بخمس لاعبين من الشباب واثنين من الناشئين. نعم. الاثنين من الناشئين ما غيرناها مثل ما هي، اللي غيرناه طال عمرك شلنا تحديد الخمس لاعبين من الشباب وخليناها مفتوحة للجهاز الفني الفريق الأول بالاختيار. لا لا متغيرة طال عمرك. لا لا أبدا ولا لك لوح. الحين أقدر أقرأها لك. لا لا كانت موجودة عندي. موجودة عنده بس علشان الوقت يا العازمي. أنت قاعد تأخذ الخبر من منبع يعني. نعم. شكرا العازمي. أو الشمري. 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 أحمد العازمي ولا الشمري؟ الشمري. 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 العازمي يا إلي. حياك العازمي. هلا حياكم الله. الله يحييك. يا حياك الله. تفضل. اول شيء ابارك حق الكابتن فيصل زايد الجائزه. لكن يستحملنا شوي رئيس لجنه المسابقات بالانتقاد اذا سمح لي. تفضل. يعني ما ادري انا اعطانا لغزه قبل شوي يقول هم موجودين لاعضاء اللجنه بالبرامج تلقاهم الخميس والجمعه لكن ما اقدر اقول اساميهم. انا ما فهمت هذا. مو البرامج يعني البرامج. طيب ماشي شنو اللي يمنع لما يكونون لجنه بيختارون لاعبين بارزين خلال الشهر امام الناس تقول هذول هم المدربين معروفين من انديه مختلفه من يعني ما يكونون من فئه واحده ولا من اتجاه. انا ايش دراني كلهم قساويه كلهم عرباويه كلهم كويتاويه انا ايش دراني. فالمفروض ان من مبدا الشفافيه ما في ما ترى كل لجان العالم في اي دوله في العالم بالاختيارات يعلنون الاسامي لانها مصدر ثقه للجمهور. لأن حتى هو قبل شوي قال إن أقدر أقول لك أسماء 17 و19 و21 لأنهم تابعين لنا في الاتحاد. العازمي بس وضح الأسامي من وين. لا أنا أقصد أنا على مبدأ الشفافية إذا عندك لجنة تختار بحيادية شو المانع تقول أساميهم. العازمي بيرد عليك بروضان. اي والله مو بيوس بروضان. أنا أقول لك إن 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 يعني أخ العازمي الاختيار النهائي للاعب هو افضل رد على 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 جميع من يشكك او لو سمح الله في المدربين الموجودين. فعلا فيصل زايد قدم مستويات ولا اروع في هذه الاربع جولات خلال شهر اكتوبر وهذا هو. ما جاوبت على سؤاله ترى بس الرجال ما تكلم عن هذا يكون رد افضل. ناصر العنزي اذا كان غير فيصل زايد او غير الاربعه ذين ممكن لازم يصير ناصر العنزي حياك الله. شباب انت مناشبني اليوم ايش تبي مني. تفضل. كيف حالك حياك الله. تفضل يا اخوي ناصر. الله يسلمك ارحب بالموجودين بس انا داق الحقيقه حق ابو يوسف. تفضل. ثامر الصالح صراحه رجل يعني فعلا اشتغل بحماس وما قصر معانا. جزاك الله خير. ما انا قايل انا بينادي لكن مره اذكر كان اللي هو اخر يوم تسجيل حق اللاعبين ورد يعني رد البيت الساعه 12 ورجع لنا الساعه 3 الفجر عشان يخلص شغله هو راح يذكرها بعدين وما قصر وقال انا بخدمه كل الانديه. مو غريب عليه ذكر. اي والله العظيم اني بس شفته قلت لازم ازيك اقول كلمه الحق. يستاهل ابو يوسف والله يستاهل. وبالعكس يعني احنا نشكر هناك من ينتقد
وجاهز للانتقاد، وهناك من يشجع وجاهز للتشجيع بالاتصال والمبادرة بالاتصال. مضحي الحسيني حياك الله معنا. مساكم الله بالخير. هلا يا هلا يا هلا فيك. هلا مرحبا. أول شيء نشكر على نشكر البرنامج ونشكر الغايمين على هذه المسابقة اللي تحفز اللاعبين على الأداء المميز في المباريات. حياك. ألو. تفضل وياك. بس المفترض الأمانة إحنا الحين بشار كم مباراة؟ يمكن 3 مباريات. أربعة. أتمنى يكون 4 مباريات. وأتمنى أن يكون اللاعب يتألق يمكن على الأقل شيء 3 مباريات. يعني بعض المرات اختيار اللاعبين يتألق يمكن مباراة واحدة يكون خلاص أخذ جائزة ولا حطوا العين عليه وسكروا العيون عن اللاعبين الثانيين. ففي السابق ويذكر المخضرم علي الدروبان اللاعب الوسط يعني كل مباراة يمكن لعب 10 بينيات 5 بينيات آخر شيء. الحين ما يلعب بينية هذا ميز لاعب، هذا أحسن لاعب. المدافع ما يكون شرط ويسكر عدل هذا المدافع. الهداف اللي ينزل عدل الربع الوسط وكذا هذا المهاجم. احنا نشوف اختيار الأمانة على مباراة واحدة ولا لمسة واحدة بيني هذا ميز لاعب، فهذا يمكن يخفض من أعداء اللاعبين. شكرا أخوي مضحي يعطيك العافية. اتصال جديد معانا وكابتن عايد الروضان هو اللي راح يستقبل هذا الاتصال. تفضل كل الو. الو انت في 18 يا كابتن فيصل زايد. يا اهلا اهلا والله كفو والله مبروك مبروك يا فيصل. مبروك مبروك اي والله مبروك فيصل مبروك مبارك. الو خلي عايد يستلم اتصال كيف يتسكر خرعته سويت فروضه سكر قال هذا مو 18 وتركي مو صوت وتركي. ناخذ الاتصال مره ثانيه بس كنا ماخذين مداخله هاتفيه للاعب الشهر مثل ما ذكر بيوسف قبل شوي باختيار فيصل زايد هو لاعب شهر اكتوبر في دوري فيفا وخذينا فيصل زايد لكن بروضان عفس هذا المتصل والاتصال مو راضي عليه. انا في جانب واحد مو راضي عليه. لا هو يعرف انت صوت حق منو عيل منو قول الصدق بالسريه قول الصدق قول خلاص على فيصل يستاهل. لا كمجملا فيصل يعني فارق عن الجميع صراحه. فيصل انا اكلمك فيصل. الو السلام حياك الله وعليكم السلام كابتن فيصل زايد حياك الله ويانا ب 18 والف مبروك. يمكن قبل شوي يعني خبر شبه حصري نقدر نقول الا حصري في 18 انك انت اخذت بطل اكتوبر كجائزه الله. افضل لاعب هذا السادات. الله يبارك فيكم ويصبح عليك ويصبح على ضيوفك الكرام وعلى اخواننا المشاهدين. بالبداية يمكن الجائزة تحفيزية لا أكثر، فأتمنى إن شاء الله أتمنى أنها تكون دافع لجميع اللاعبين وأشكر كل مبارك في الجائزة وأشكر أخواني اللاعبين هذه الجهرة واللي صوت البيت الزايد والبرامج فإن شاء الله تكون دافع. فأنا بيني وبينك وأنا حين بدش البرنامج عندي مقابلة عسى الله يوفقك برنامج وانتو فوالله طلعت بس عشان أشارك معك عسى الله وقك يا فيصل. فيصل بس لا تنسى هذا من برياني كبر شمني سبايسي. حياك الله فيصل. خضر ذا كل خير. في بعد متصل معنا ماشي. عندي فاصل صغير وبعدها راح اذكر جزئيه اللي ذكرها احد المتصلين باني اقراها بيوسف طلع لي اياها علشان اقراها لكن بعد الفاصل. بما أن احنا في حلقة الاثنين بداية أسبوع جديد دائما يكون هناك مسابقات في لجنة المسابقات في مسابقات أيضا في 18 بس احنا طريقة ثانية اللي عندنا الفانتسي الخاصة بمحللين 18 تحديدا توقعات خاصة بمحللين 18 عن طريق نتيجة المباراة عن طريق توقع من يسجل أكثر عن طريق أيضا النتيجة يعني هناك توقع بالفائز غير عن النتيجة ومحللين 18 تطلع كل أسبوع في 18 في حلقة الاثنين أو الثلاثة الترتيب الخاص بالفائزين. هذه الفقرة برعاية مطعم الهندي كوبر شمني اللي دائما يحتضن أسرة 18 من محللين كل شهر أو كل نهاية شهر بتوقعات الفائزين من المركز الأول للمركز الأخير الأخير هو اللي يدفع الحساب. خلينا نشوف ترتيب هذه الجولة قبل لا ندش بالشهر الثاني ونروح الأسبوع الجاي كلنا مطعم كوبر
جبني مثل ما هي تقريبا يعني من ما انا قادر اصيده ما انا قادر اصيده والله ذبحني كابتن عادل عقله 30 نقطه كابتن حمد الصالح الثاني ما صار الاول 24 نقطه عبد الله كابتن عبد الله الجاسم 20 نقطه كابتن عايد الروضان اللي كان فائز في المركز الاول الشهر اللي طاف اليوم الرابع 16 نقطة عين ما صلت علي الفضلي عين ما صلت 15 نقطة خلني أكمل بس وعزيز كابتن نواف الخميس مو شاد حيلك 15 نقطة ما يخالف هذا أول جولة كابتن صالح الجنفاوي أبو ثامر 14 نقطة أوه أبو علي أبو علي في غرقان كابتن منصور تروح وترجع بالسلامة يا أبو علي وعمره مقبولة إن شاء الله وادعي لنا يا أبو علي 9 نقاط بطاقة المركز الأول تعال ادفع تعال ادفع تعال ادفع تعال ادفع تعال ادفع كابتن عادل عقله خلينا نشوف بطاقة الفائز أبو خالد بتوقعات الخاصة بالنتائج توقع بالفوز نقطة واحدة فقط توقع الفوز أو توقع بالنتيجة 3 نقاط لاعب يسجل توقع من هذا اللاعب اللي سجل خذ فيها 4 نقاط وأكثر مباراة تسجيل أهداف ما ياب فيها ولا نقطة مو غريب على ابو خالد هو متصدر وفريقه متصدر سعيد انطر انطر شباب هني متى متى كان يقول لك الجوله الثالثه عموما ان شاء الله حسب يدي ابو عزيز ابو عزيز ابو غازي ابو يوسف ابو صالح اكيد من الموجودين ابو رضوان انا في 18 اقول لكم ان شاء الله كلنا راح نتواجد مطعم كوبر تشمني في مجمع الافنيوز بالسوق تحديدا لاين السوق البدع هو هو شهر الجاي شهر الجاي على على ما يحلى الجو خوفك يصير طوبه مره واحده على ما يحلى الجو ان شاء الله اقرب البدع جايين وفي تصوير وانت متى ان شاء الله اسبوع الجاي الاحد الجاي غدا الاحد انا ماني موجود انا مسافر والله وين يعني انا ان شاء الله شنو وين خلاني الحماس معي انا من زمان مسافر لا والله راح اكون مسافر ان شاء الله وراجع على يوم الاثنين الجاي ان شاء الله ان شاء الله لانه هو مسافر بعد هو محل مسافر الظاهر على نفس الطياره الثالثه ان شاء الله على شهر 11 ويوسف وعد ان شاء الله وعد باذن الرحمن عموما راح نكمل محاورنا دكتور موجود اذا يمرني برمضان اروح معه انا تشرف وين بيك بعضو من اعضاء الاتحاد الكويتي القادم ان شاء الله اتشرف ان شاء الله ان شاء الله تفعل بالخير وانت الرجال ما قصرت يوم رئاسه لجنه المسابقات السابقه بس انا بسالهم اخوين ابو يوسف سؤال هو تتابع بينكم ها يعني كانوا رئيس لجنه المسابقات سلمك اياها الحين راح تروح انت وغالبا راح تسلم هي مره عشان العمل يستمر سهل تبديل ها ابو يوسف نسترسل في نفس الموضوع تحديدا ونستغل وجودك هناك تعديلات جديدة في لائحة لجنة المسابقات خلينا نشوف الموضوع الإنذارات الخاصة كلمنا عنها بس قبل لا أتطرق لها بس حاب أني أرد على أخوي أحمد الشمري هو خلط بين مادة 21 و22 هو الصحيح مادة 22 وبالأخير راح تلاقي الخاصة في كأس الاتحاد ويسمح له بتسجيل لاعبين اثنين فقط من فئة الناشئين لكل مباراة مباريات هذه المسابقة ويسمح للنادي بإجراء عدد 5 تبديلات بحد أقصى في المباراة. ممتاز. فيعني هذه التعديلات اللي حصلت فتحنا الشباب خلينا موضوع الناشئين مثل ما هو عدد 2 والتغييرات والتبديلات إلى 5. نعم. نتكلم عن الغرامات والأندية تشتكي من من الغرامات. بضيف نقطة على موضوع اللائحة يعني حط اللائحة قبل لا يجون الإخوان. إحنا حددنا 5 لاعبين خاصة في كأس طبعًا الدوري يحق له يأخذ 5 لاعبين من الشباب. زين. مستوى عام جميع البطولات لكن في كأس الاتحاد يأخذ 5 بالإضافة إلى لاعبين ناشئين السابق لاحظ السابق الموسم الماضي كان يحق في طوال البطولات أو كل البطولات جميع البطولات يأخذ لاعبين من الناشئين هذا وقفناه لأنه صار عندنا تراكم الإنذارات والطرد فصارت عندنا يعني مثل ما تقول لبس في هالموضوع وقفنا هالموضوع الناشئين لاعب ناشئ مميز عمره 17 سنة حبي صعدت أبو عزيز دام إنك عقبت أنا بتكلم عن سالفة التعديلات الخاصة أنت مع 6 إنذارات هذه والله معاهم لا انا ابي رايك لا معاهم لا معاهم بيشربك ست اندارات معاهم بالعكس شيء مميز يعني انا بالنسبه لي اقول شيء مميز طيب ليش شنو اللي يميز التعديل يعني هذا؟ تعطي فرصه يعني يعطي فرصه حق خاصه في موضوع الست اندارات اللي ياخذون 500 دينار غرامه زين يعني خفف من حده المباريات والمنافسه خلينا نسمع راي ابو يوسف فيها شوف ابو تركي انا بس ابي على عجاله احنا من استلمنا اللجنه 15/9 عقدنا 10 اجتماعات رسمية كلجنة مسابقات و15 اجتماع غير رسمي أو ما يسمى العصف الذهني
علشان نطلع بهذه المقترحات. نعم. لأن اليوم أي تعديل تبي تقوم فيه لازم يكون مدروس. فجئنا في تعديلات، عدلنا مادة 21 الخاصة بكأس الاتحاد. نعم. عدلنا مادة 103 و 108 الخاصة بالإنذارات والسلوك الرياضي. عدلنا مادة 34 الخاصة بالجدول الزمني لإخلاء الملعب للمراقبين الإداريين. عدلنا المادة 105 بخصوص احتساب الإنذارات في البطولة التنشيطية. نعم. أنها تكون بس أي بطولة تنشيطية أو كأس اتحاد يظل في هذه البطولة. أيوة. ما يصير فيها نوع من التراكمات، لأن في بعض الأندية تستقل هذه البطولة لأجل أنها يسميها بالمحلي تنظف. نعم. وإحنا ما نبي هذا التلاعب. صح. فهذا هذا هذا وقفنا. ومادة 75 أضف يعني أنا اسمه يوسف معلش. هذه الحين يعني ولنفرض في عقوبة انضباطية هم تتم بالتنشيطية؟ لا لا لا, 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 لا الانضباط هذا أمر آخر يطبق على طول على المباراة اللي بعدها. الانضباط أمر آخر. المادة 75 الخاصة في تسجيل الصغار، البراعم مفتوحة على مد طوال الموسم والصغار شابكينها مع الكبار محددينها. فإحنا حرصنا اليوم الصغير شون يصير يتم استكشافه، تروح المدرسة بأي لحظة. نعم. إيه عرفت. فأنت اليوم بالصيف مو موجود الطفل، المدرسة تبدأ شهر 9 وأنت تسكر باب الانتقالات شهر 9. نعم. فإحنا اليوم هدفنا كلجنة مسابقات، وهذا يعني باتفاق يعني مع الإخوان السابقين واللي إن شاء الله الجايين، أن لازم نركز على الفئة الصغيرة لأن هم مستقبل. صح. الكويت وكرة الكويتية. بنا. فاليوم لما أفتح هذا المجال لنهاية الموسم فأعطيت فرصة للكشافين أنهم يروحون المدارس طوال السنة يجيبون لنا صغار وبراعم ويدخلونهم الأندية. الطفل لما يدخل سور النادي فأنت بعدت عن مخاطر الشارع، هذا رقم واحد، هذا أهم شيء عندنا. الأمر الثاني، الطفل راح يدخل داخل سور النادي زائد أنك أنت بعدت عن الشارع راح تعطيه فرصة أنه يتطور ويصبح ناجي إن شاء الله في المستقبل. زين. هذه المواد اللي إحنا قيمناها. حلو. أبو يوسف عندي جزئية بسيطة. تفضل. نبي نتكلم عنها. مباراة التضامن والجهرة. نعم. كانت النتيجة 2-2 لكن انقلبت، هناك تجاوزات خاصة بنادي أو باللائحة تحديدا صارت النقاط راحت حق الجهرة، لكن هناك 6 انذارات خاصة للجهرة تمت مثل ما هي، ليش ما تغيرت بتغير اللائحة والنتيجة اللي صارت؟ لازم نفرق بين الخطأ الفني والعقوبة الإدارية. العقوبة الإدارية لا تسقط، الذي يسقط هي الأهداف التي سجلها الفريق الخسران اللي خسرت على النتيجة. يعني اليوم محمد سعد في وايد لغط طلع على الموضوع هذا، محمد سعد سجل هدف والمحترف هدف. صح. هذه أهداف ما تسقط، أهداف فيصل عجب، تسقط أهداف الفريق الفائز، مادة صريحة وواضحة. فاليوم أساس اللبس اللي عند الإخوان، بس الهدف الثالث اللي يضيف طبعا هذا يضاف، لا ما يحتاج له، يضاف في سجل الترتيب الجدول. فاليوم الأخطاء الإدارية الإنذارات وخلافه لا تسقط. واضح. عندنا مداخلة هاتفية من أخونا خالد الهيت، حياك الله ويانا وعنده ملاحظة، تفضل أخوي خالد. مساء الخير أبو تركي، مسي عليك ومسي على أخواني الموجودين، وخص بالذكر أخوي دكتور حامد الشيباني اللي أتمنى له التوفيق باكر وإن شاء الله يرجع لعدة المسابقات ويقودها كما قادها في الفترة السابقة اللي أثمرت عن أمور كثيرة تعدلت المسابقات. نعم. الأمر الثاني في عتب بسيط لأخوي أبو يوسف وإشادة، إشادة طبعا مجهودكم كان واضح في الفترة السابقة. نعم. وجهد تشكرون عليه، وفيته وكفيته، لكن في عتب بسيط لنا احنا كجرائد الكترونية متخصصة رياضية بنعد على الأصابع ومرخصة من وزارة الإعلام، ما شفنا مشاركة، ما شفنا مشاركة لنا في اختيار أفضل لاعب، خاصة ان الجرائد هذه كانت تنزل في الميدان، كانت تنقل الحدث أول فأول من خلال المباريات وتواجدها وتغطيتها للمباريات. فالجرائد الكترونية الرياضية المرخصة من وزارة الإعلام لها دور فعال أسوة في البرامج الرياضية، أسوة في الجرائد الموجودة حاليا الورقية. إيه اللي هي تقصد الإلكترونية المرخصة بس؟ إيه المرخصة الرياضية المتخصصة في المجال هذا. حلو. مثل ما بيسووا مثل جريدتنا جمهورنا، مثل الرياضي، مثل هيدوم، مثل مستر كول، في جرائد كثيرة تنزل ميداني داخل الملعب. نعم. موجودة وعندها كرنيات من الاتحاد بعد تغطي أصلا الدوري. تفضل. وصراحة حلقة مميزة جدا جدا جدا، وجود الليدر أسمي أنا أبو رضا. على رأسي يا أبو فهد، بالعكس ولا أبصرهم في الربع. ورايك يستاهلون كلهم للأمانة، يستاهلون كلهم. شكرا يا الهيت. في شيء ثاني بتقوله خالد؟
راح. شكرا ويعطيك الف عافيه. تعقيب يوسف على موضوع يعني عدم الالتفات للجرائد الالكترونيه المرخصه اللي لها صدق. انا ذكرتها في البدايه واذكرها مره اخرى. اليوم اذا حطيت لجنه المسابقات فقط هي المسؤوله عن هذا 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 الامر ما ياخذ افضل لاعب راح اصير انا في وجه المدفع. فانا اثرت بان احنا نكون المسؤولين المباشرين. شكلنا لجنه مكونه من لجنه اعلاميه، لجنه فنيه، ولجنه مسابقات. اللجنة الإعلامية دورها هي من تخاطب الشؤون الإعلامية، ما يصير أنا أدخل في تخصصها ولا اللجنة الإعلامية تتدخل في شؤون لجنة المسابقات. فعلى هذا الأساس عملنا هذه اللجنة بحيث هم اللي يحددون موضوع الجهات الإعلامية والصحافية وخلافه. موضوع الجرائد الإلكترونية لا مطروحة، لكن احنا حابين نبدأ نحرك العجله في البدايه. نعم. او من ثم راح يتم انضمامه ان شاء الله بعد ما اخواننا وعد هذا. لا لا انا عشان إيه؟ انا لان بالنهايه ما اقدر افرض راي المسابقات على راي اللجنه الاعلاميه. نعم. راي اللجنه الاعلاميه هو ادق بحكم انه هو صاحب اختصاص. نعم. انا اليوم صاحب اختصاص فيما يخص المسابقه. نعم. هو صاحب اختصاص فيما يخص اللجنه الاعلاميه. والجرائد الالكترونيه تعتبر اضافه صراحه لهذه اللجان اللي تختار لاعب الشهر صراحه. ممتاز. نختم علشان انا بس قبل لا نختم عبد الله لان في موضوع هذا موضوع اللي هو الكروت الست كروت في 500 دينار. انا اعتقد هذا موضوع ظالم جدا للانديه. ما اعتقد انه يفترض انه يطبق عندنا احنا لان مثل ما ساعه قاعد نتكلم هي مو عدم شفافيه، في ضغوط معينه لبعض المختارين في اللجان، نفس المنوال على الحكام. زائد ان نوعيه الحكم نفسه، في حكم احنا ندري في حكم يعطي انذارات وايد، في حكم لا. فانت الحين لما تختار لي حكم هذا شو الحل؟ ليش حاط العقوبه؟ فخلاص انذار وخلاص، بس ليش ادفع 500 دينار؟ انا اقول لك تلغي يعني انت نوعيه حكم. انا شوف انا وفقت بنقطه واحده اللي هي حده المباريات. بعض المباريات ما عليه ابو غازي، بس انا لاعبين ياخذ انذار على اي مثلك شيء. عارف في حكام يعطي انذارات وايد وفي حكم لا هادي جدا. فانت لما تيجي كلجنه حكام بتحط لي الحكم هذا بقول انت تبي تعاقبني مسبق، وراح يصير في شكوك وندخل بسين وجيم وا 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 الى ما لا نهايه. زائد ان الحكم يمكن نفس الحكم نفسيه ما يتعامل بروح القانون او يتعامل بروح القانون اكثر. لانه والله ابي اذا اعطيته السادس راح ادفع 500 دينار، راح تصير ال 500 دينار باستحقاق الانذار السادس. قد تدخل في هذا الامر يعني. فهل يعقل ان انا قبل اسمع كلام يوسف اسمع كلام بروضان، بروضان على كلام الصالح، هل هناك حكم مبرمج على الانذارات؟ لا الحكم لا, لا لا الحكم ما في حكم مسبق يجي يحكم على اللاعبين وانه بيعطي انذارات. في حكم شديد وفي حكم متساهل. انت المفروض توعي لاعبينك إن, ان 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 انت في الملعب يجب ما تاخذ انذار على اي كلام. الانذار يعني له قواعد، انت بتمنع هدف محقق. اما اللي قاعد نشوفه احنا الحين انذارات قاعد تاخذ لاتفه الاسباب. انت كن حريص لما تاخذ انذار فعلا انذار في مكانه. طبعا الانذار هو اساسا عقوبه. إيه؟ انت تحط لي فلوس فوق العقوبه. حط في نعم عشان لا اعتماد اللاعبين. عشان لا يتمادون اللاعبين. عشان الحكم لا يقعد يدفع نادي فلان ولا لا 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 هذا مو موجود. لا تنزلنا لهالفكر بروضان. لا وانت لا تطعن لا تشكك في نجاح الحكم. شيء مو موجود ايش تضيفه علي؟ شكك انا ما شككت، قاعد اقول لك حكم عسر وحكم طبيعي. ما في هذا امر بكل مكان بالعالم، شوف احصائيات الحكام بالعالم كله راح تعرف هذا الشيء صحيح. اسمح لي لكن انت تيجي تبتلغيه علشان تقول لي والله نعم بس قال لك في حكم شديد وحكم اي اوكي طبيعي. انا ايش قاعد اتكلم عيل؟ ترى انت لما تحط لي الحكم هذا انت ويا بعض، انت لما تحط لي الحكم هذا انا راح تفتح مجال بس ما ادري ايش اختلف. بس يعارض لمجرد المعارضه الحكام برضان. انت توافق اي شيء يصير اذا كانت الجهه اللي معاك يا بعد شو؟ وهذا مو مقبول. اسمع مو مقبول برضان. اوكي اوكي انا اقول لك انت ليش ما هذا دور المدرب واداري الفريق انهم يوعون لاعبينهم انهم ما ياخذون انذارات. بروضان من غير العقوبه لازم يوعينا الانذار مو زين بعد كم انذار. ما يصير تتكلم يعني بروضان متخصص في هذا المجال. هو حكم يا اخي يعني صاحب اجابه صاحب تخصص. مو صاحب تخصص هو، مو هو صاحب تخصص. انت اتهمت الحكام اللي ياخذ الفلوس اللي المسابقات. انت اتهمت اللي حاط العقوبه من عدمها. هذا شيء برا اطار التحكيم يا ابو صالح. يعني هو الحين لا 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 راح تخلي بروضان هل كان يحسب حساب الانذار السادس؟ اسمع إجابة هل هناك حكم متساهل وحكم شديد؟ اسمعها يعني اسمعها من صاحب تخصص. إيه؟ وقال نفس كلامي انا هو موافق على القرار هذا. هذا احنا مو مختلفين عليه، احنا مختلفين على القرار نفسه. انا قاعد اقول لك راح توصل الحكم لمرحله ان الانذار السادس يحسب حسابه في 500 دينار. ودي اضيف شغله ما يخالف اسمح لي. ما يصير لان الموضوع يخصني فاتمنى ان يكون لي راي في هذا الجانب. شاكر لك ابو صالح على اثاره هذا الموضوع. شوف تماما كل المواد اللي طرحت اليوم تم مناقشتها مع الأندية.
وشرحنا لهم وجهة نظرنا في هذا الجانب، وشرحنا شون الهدف من هذا الموضوع. اليوم ما يختلف اثنين عندنا مشكلة بسلوك الرياضي، والسلوك الرياضي يبدأ من القاع، من الناشئين، من البراعم، من الأشبال. وهذه ترى ما هي شيء جديد، هذا موجود من أيامنا احنا. في يعني يدش الملعب كأنه داش حرب. فأنا لما أحط هذه العقوبة مش على اللاعب، أنا على الإداري، يجهز لاعبينا، ينبههم، يوعيهم. نعم. هذا سلوك الرياضي لما ينتقل من مرحلة إلى مرحلة على نفس الشحن، على نفس السلوك، ولما يوصل للدرجة الأولى ما يعطيني كرة جمالية يا أبو صالح، تيش اللي يعطيني؟ داش حرب، يبي طق. ما يصير. بس لما تحط له هذه العقوبة، أنا أقول لك ثمارها مو اليوم يا أبو صالح، تماما ثمارها استمرين. انا عندي مستقبلا بعد 5 سنوات 6 سنوات. يعني انت مؤيد لكلام ابو رضوان على اللي قال يؤيد تطبيق هذا العقوبه؟ إيه نعم للحد. يعني تخيل 6 انذارات وطرد في مباراه واحده، ايش المباراه هذه؟ معركه وليست مباراه. شرحها حق القصه اللي قالها. فابو صالح كل القوانين اللي وضعناها الهدف منها الفئات السنيه عشان باكر بالمستقبل نراها امام. هذا الهدف سامي وموافق عليه 100%. لكن ابو عزيز التفاصيل، ابو عزيز التفاصيل اكثر استغلال. اول شيء انا ايد العقوبه، يعني 6 انذارات ايد انه يكون في عقوبه ماليه على النادي. طبعا احنا اذا بنواكب الاحتراف نبي الكمال في رياضتنا، يعني ما نبي نقعد مكاننا احنا. ابو عزيز انت كله ضد الصالح بس. لا لا مو ضد، مجرد انك ضد الصالح. انت تبي بالبلد الصالح. انا كل شيء تقولونه اسجله من حلقات قبل ويصير عندي الاحصائيه. يعني لا تحجب رايك، انا اتفق معه في امور واختلف معه في امور، واحترم رايه اكيد بحترم رايه. بس 95% تختلف وياه، ما يخالف يتم حبيبي. بس بقول لك شغله زين، العقوبه هذه انا معاها 100%. لان انت اذا انت في سياق، احنا الحين احتراف جزئي طبعا، اذا لاعب اخذ انذارات كثيره انا من حقي ان اعاقبه، اخصم حتى من مكافاته. نعم. وبالنهايه النادي لما يدفع من كثره الانذارات هذه، معناته ان النادي دوره كلها 400 دينار ما يخالفكم عليها بخصم. لا انت انا قاعد اكلمك في ظل الشكل. امر راجع الى النادي والمحترفين، ياخذ معاش المحترف. اقول لك اوكي الف قاره. اقول شيء ابو صالح، اليوم من بلشنا الدوري الى الان ترى بس مرتين اللي حصل هذا الموضوع. نعم. في وعي قاعد يصير عند الناس. صح. انا اليوم اي ثمره بزرعها ما راح اخذ يعني حاصلها ثاني يوم والله تماما. صح. الموسم الجاي راح تقول جزاك الله خير يا ابو يوسف. نعم. زين شنو كان عندي فاصل يا جماعه؟ عندي فاصل. لا اسف، بس السابق شنو كان؟ تاخذ 3 انذارات 30 دينار. حلو. عندي فاصل قبل، انا اروح فاصل صغير وبعدها نشوف الوقت المتبقي علشان اقدر ادش على موضوع انتخابات الاتحاد اللي راح تصير باكر، أو على السريع أقدر أخذ وجهات نظر. فاصل. للأمانة رجعنا للختام، لكن ضيفنا اليوم كابتن ثامر الصالح رئيس لجنة المسابقات حاب إنه يختم الحلقة بكلمات حاب إنه يقولها أو جمل حاب إنه يقولها، فالوقت لك يا أبو يوسف تفضل. مشكور يا أبو تركي. أنا بس قبل أختم في مقترح قدمناه للجنة الانتقالية، والأمانة يعني يشكرون على موافقتهم عليه، ونتمنى من إخواننا الأعضاء في الاتحاد الجديد إنهم يمشون في هذا المقترح. المقترح يخص في تطوير مسابقة كأس سمو الأمير سمو ولي العهد. نعم. الفكرة أن احنا وضعنا يعني مبلغ مالي لكل مباراة، بحيث أن اللاعب الفريق اللي إذا يفوز يأخذ المبلغ، ليتعادل يتقسم هذا المبلغ، وتصير يعني حوافز تصاعدية إلى أن يصل إلى النهائي. هذه غير شاملة المكافأة النهائية. نعم. على المسابقتين. فأتمنى يعني إن شاء الله أن راح يكون فيها شمولية أكثر في الرعاية. ختاما انا احب اني اشكر اخواني اعضاء الجمعيه العموميه بالاتحاد على ثقتهم فيني وتمثيلهم بالاتحاد، واشكر رئيس واعضاء اللجنه الانتقاليه، واشكر اخواني اعضاء لجنه المسابقات اخوي عمر الزنكي والقطامي مبارك بوكحيل عباس دشتي محمد العتيبي وناصر المهنه، واشكر جميع الانديه على تعاونهم اللامحدود ويشكرون عليه، وهذا ما هي غريبة عليهم، وأشكر جميع المراقبين الإداريين اللي هم عيوننا داخل أرضية الملعب. نعم. شكرا بيوسف، يعطيك العافية كابتن ثامر الصالح على تواجدك اليوم. شكرا دكتور حامد. دكتور عسري، يعني فزت باكر إن شاء الله بترجع للجنة المسابقات بكل حادث الحديث إن شاء الله.
إجابة. والله إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا للجميع على تواجد اليوم في 18. أيضا نشكر المشاهد، نشوفكم إن شاء الله باكر، مع السلامة.